السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عددكم في عدد جديد عفوا من حصتكم هاي لبنين على قناتكم الوطنية. والشيف حسام اليوم رانا راح نديرو بطاطا فارسي مع صوص بلافيونت غوج، وراح نديرو موس وبانان. هنا نعت لكم المقادير تاعنا تاع البطاطا. عندنا مرص لحم، نقدروا نستغناو عليه ونديروا مرص دجاج توجور، نعطيكم البديل. هنا مرقه بيضه باش نمرقوا، عندنا شويه قشطه، عندنا زبده، زوج صفار بيض، بصله مفرومه، مغرفه فارينه. هنا هذه البطاطا اللي فيديت منها، هذه كي فيديتها، هذه هي البطاطا اللي كانت عندي. عندنا زوج سلايم عفوا ثلاثه، عندنا حبه بصله مقطعه رقيقه، شويه شامبينيون، معدنوس، بلا ما ننساو الملح والفلفل الكحل. هذا فيما يخص طبق اليوم، نبداو معاه ونعاودو نرجعو المقادير تاع التحليه تاعنا. اول شيء نجيبو مقله، نحطو مغرفه زبده، نحطو معها شوية زيت، نحطوها على النار ونعود نرجع للحم تاعنا. هنا ناخذ قطعة اللحم تاعنا ونقطعوها سواء مكعبات ولا شرائح رقيقة بهذه الطريقة. سيسو اللحم باش ما يخرجولناش لي مورسو، مورسو كبير ومورسو صغير، ومن بعد يصرالنا بروبليم في الطياب، مورسو يطيب ومورسو لا. لازم نحيوه، هلا بعد ما نكملو اللحم تاعنا نشوفو هذا الطبسي بما نديروش بزاف الموال. ناخذو اللحم نحط عليه المغرفة تاع الفارينة هكذا، بلا ما ننساو الملح والفلفل الأسود. نحركو بهذه الطريقة حتى اللحم تاعنا يترمد في الفارينة والملح والفلفل الأسود. نديو المقلاة تاعنا، نحاولو نحطو اللحم كامل مطلاطي لأنو في الأول برك يدينا ليسباس، ومن بعد يعاود يسلم اللحم، يخلق لنا ليسباس لا مازيت ولا في الأفوال تاعنا. هكذا باش نطلعو له شوية زيت وزبدة. هنا في هذه النقطة نعاود نرجع نوجد لافارس تاعي تاع البطاطا. اول شيء نحط هذا يسخن باش نمرق، لانه ما يصحش اني نمرق بالمرقه بارده. هلا هنا نحطوا بصله مقطعه عفوا، نحطو بصلة مقطعة، نحطو معاها شامبينيون،
ولها ملح. فلفل اسود وشويه زيت، ونحطوها على النار حتى تتشحط البصله تاعنا كامل وتدبال. نحاولوا نقلبوا اللحم تاعنا باش يقيثوا الطياب على الجهتين ويحمر في نفس الوقت. هلا هذه هنا، ونجيبوا المقلاة هذه هنا حتى تتشحط. في هذا الوقت نشلل يديا ونعاود نرجع للموز، وين راحين نبداو نبريباريو لا بريباراسيون الاولى تاعنا تاع البنان، لانه ياخذ منا وقت كبير. هنا نجيبو الموز تاعنا ونجيبو كاسرونة، قطعوا الحبة الأولى هكذا. أنا دايما نخلي هاد لافو القشرة منا باش الموز تاعنا ما يقيسش ديريكتومون في لابلونش. نجيبو الحبة الثانية نقطعوها نخليو منها مرسو للتقديم، والباقي نقطعوه ونحطوها مع الموز الاول. فوالا نحطو البنان اللي بقى لنا. هنا راني نشوف الحشوه تاع البطاطا راهي واجده. نجيب البطاطا تاعنا اللي بقات لنا هكذا، نحيناها من لافارس نحطوها مع الحشوه اللي كنا حطيناها على النار. هكذا ونحيوها على النار ونخليوها حتى ترتاح وتبرد باش نقدروا نستعملوها. ناخذوا المرقه البيضاء تاعنا نمرقوا لابوال ونخليوها تغري. في هذا الوقت نعاود نرجع للموز تاعنا، نعاود نرجع للموز تاعنا. واش ندير له هنا؟ زوج مغارف زبده، كل عرف بنان مع حبه، مع مغرفه زبده عفوا، زوج مغارف عصير ليمون وزوج مغارف سكر، ونحط هادو كامل على النار حتى يدبل البنان تاعنا. نحسوا باللي البنان دبل بليتو داب اكثر من 50%. هكذا ونخليو البنان حتى يدبل من داك ونحركوه. نرجعو هنا لافارس تاعنا، كرازيو البطاطا مليح، نفرغو الحشوة تاعنا هنا.
ما نغسلوش عليه البنان كومبليتمون حتى يدبل برك مليح ويبدا يدوب. هنا لا مارميت تاعنا غلات، نجيبوا كميه البصله تاعنا اللي بقات نرميوها ونحركوا توجور. هلا نضيفوا كميه مع الحشوه تاع الدبشه، نضيفوا لها صفار البيض اللي هما ثلاثه، فوالا الحشوة تاعنا راهي واجدة. حرك الموز، في هذه المرحلة مشاهدينا الكرام نكون وصلت معكم للتحضير الأول لنهار اليوم. نخليكم بعد فاصل ونعود نرجعوا ونكملوا الطبق والديسير تاعنا لنهار اليوم. ما تنساوش اقعدوا معنا. هنا كما راكم تشوفوا البنان تاعنا طاب بهذه الطريقه، خليناه برد راكم تشوفوا فيه ولا بريس كومبوت، نخليوه بجيه. نرجعوا نفرسيو البطاطا تاعنا نحطوها طيب ونكملوا لاموس اونسومبل. فرسيو البطاطا تاعنا بهذه الطريقة، نهزو البطاطا تاعنا نحطوها في نص المخلة تاعنا هكذا بهاد الطريقة. بلا ما ننساو نحطو عليها سلايس تاعنا بريتو، نحطو عليها سلايس ونحطو عليها الكريمة السائلة. هكذا نشيدو لنا هاد النجوم. نتوجهو ديريكت لبلون دوف نرصع ملح ونطلعوه.
دائما نبداو فيتاس مويان وبعد نزيدو فيتاس. بعد ما نكملوا المونتاج تاعنا تاع البلون دوف، هنا عندنا الكومبوت، نقدر نقولوا كومبوت تاعنا تاع البنان اه بارد. واش ندير؟ نهز لاشونتي، نضيف كميه من لاشونتي فوق البنان ونضربها بالباتور، واش هي ما لازمش نكثر باش ما يذوبليش البنان كامل. هكذا نزيد نضيفو كمية الثانية، ونتوقفو عند هذا الحد بالباتر مع الكومبوت تاعنا. كما راكم تشوفوا لا تيكستور تاعنا اها متوسطه لانه البنان كان كومبوت. هذا الكومبوت تقدروا ديروه ثاني للولاد من 6 شهور الفوق، سقسيو الطبيب اذا قال لكم تقدروا يبدا ياكل، تقدروا ديروه له بهذه الطريقه، وشي تنحيوا له برك كميه الليمون هذيك اللي حطيناها. نبداو كالعادة شوية بلون دوف هو الأول، نحركو به الميلونج تاعنا بالرغم من أنه القوام تاعو راه موسو، ونرجعو كلش مع البلون دوف. مونتي هنا نظن انه صاي كمل البلا تاعنا راه واجد، لاصوص راهي عاقده، الجبن راه مليح. ونحركو من الفوق لتحت حتى نتحصلوا على موس وبنان. بالمناسبة موس وبانان تصلح مع موس وسيترون، تصلح مع موس وشوكولا، نقدروا نديروا لي دو مع بعضهم في نفس الفيرين، ايطاج شوكولا موس وشوكولا، ايطاج موس وبانان، تصلح ويخرجوا ليغو مع بعضهم. هلا هكذا لاموس تاعنا راها واجدة، مازال لها غير انها تتحط في ليفيرين وتتحط في الفريجيدار عفوا على الاقل زوج سوايع. هذا الجزء راح نخليه لكم نعاودو، كي نعاودو نرجعو مع فقره التقديم، ونتما نمونطيو لاموس تاعنا كامل مع بعضنا في ليفيرين. الى هنا نخليكم احبابي فقره وجيزه ونعاودو نرجعو مع الدريساج. مشاهدينا الكرام، عاودنا رجعنا لكم في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم. رانا مع الدريساج. هذا البطاطا فارسي تاعنا كما راكم تشوفوا فيها. أنا حبيت نشارككم شوية فكرة في لافينيسيون تاع لاموس.
هنا عندي شوكولا تارتيني هكذا بشكل عشوائي، ما يكون الشكل منتظم لانه الشوكولا هنا جوست باش تمد لنا فكره على انه لاموس راها بيضاء وهي تعطينا ذوق خفيف وشكل باهي. هلا هكذا عفوا عندي المرصو تاع البانه اللي خليته قبيل نعمرو لاموس تاعنا. القوام الاول قلت لكم يكون كيما ليموس كامل دائما هكذا، ومن بعد كي نحطوه في الثلاجه بياض البيض يعاود يجمد. ما ننساوش بلي عندنا اليوم لا شونتي ثاني تعاود تجمد. فوالا بقى لنا غير الفيرين الاخرى. حمرناها ديروا عفسه صغيره والشوكولا هذه اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا لا مام الشوكولا اللي في الفيرين تحبوا تستغناو عليها ما كاش مشكل. ونحطوا قطع من الموز باش يعرفوا باللي الحكايه راها كامل بنات على الانتيريور. هكذا مشاهدينا الكرام نكونوا كملنا حلقتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفات وان شاء الله تجربوها. ديما معكم حسام من قناة الوطنية وحصتكم هايل وبنين. الى موعد اخر.